السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث المهني الفرع الصناعي اختصاص الميكانيك، إليكم أسئلة مادة العلوم الصناعية الخاصة بالدور التمهيدي 2023. السؤال الأول: املأ الفراغات بما يناسبها لخمسين فقط. تعتمد كفاءة حجر التشليخ للقطع على نوع فراغ. تحتسب قدرة القطع في التفريغ بالحصان من القانون فراغ. في التفريز المتماثل يكون اتجاه سكين التفريز فراغ اتجاه حركة التغذية. 4. يتم تفريز السطوح المائلة بطريقة إمالة رأس عمود الدوران أو باستعمال فراغ. 5. الفراغ هو المسافة القطرية بين دائرة رأس السن ودائرة جذر السن للترس. 6. السكين الحادة من سكاكين التفريز القوسية تستعمل في قطع المجاري على شكل فراغ. السؤال الثاني: عرف خمسة مما يأتي. الفجوة لسكين التفريز، التفريز الجبهي، هاي ثلاثة ما واضحة. 4. سرعة التغذية. 5. أيضا ما واضحة. والستة أيضا ما واضحة. علل. السؤال الثالث: علل 4 فقط من ما يأتي. يمتاز التفريز العكسي بانتظام حركة التغذية، لا يفضل استعمال الملازم لمسك المشغولات. 3. يجب أن تكون قاعدة ماكينة التشليخ ذات متانة عالية، يعتبر جهاز رأس التقسيم من أهم ملحقات ماكينات التفريز. 5. استعمال المخانق الثابتة والمتحركة في إسناد المشغولات الأسطوانية وخاصة. السؤال الرابع: أجب عن فرعين، اذكر بإيجاز استعمال ماكينات التجليخ. باء: ما الحالات التي تستعمل في التروس البينية موضحا إجابتك بالرسم. اذكر مراحل تفريز الأخاديد على شكل حرف T موضحا إجابتك بالرسم. السؤال الخامس: اذكر خمسة من العوامل التي تعتمد عليها سرعة القطع في التفريز. حجر تجليخ قطره 200 ملم وسرعة القطع مقداره 25 ملي على ثانية. جد عدد الدورات لعمود دوران حجر التجليخ. السؤال السادس: عدد خمسة من أنواع المواد الرابطة المستعملة في صناعة أحجار التشغيل. فرع باء: ترس اسطوانة عدل، قطر دائرة التقسيم له يساوي 120، وعدد أسنانه جد قطر دائرة رأس السن. هذا أعزائي الطلبة كل ما موجود، لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا لكم.